بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المحاضرة العاشرة من محاضرة الإيتابس، وهي من المحاضرات المهمة جدا، اليوم راح نتعلم تحليل Indeterminate Structure من الدرجة الثالثة، وراح نتعلم اللوكال والجلوبال بشيء مبدئي، وكذلك نوعية الفريم Continuous والأبند، والبيس رياكشن شنو البيس رياكشن وشلون أجيب نتائجه وشلون أقدر أحلل. خلونا نشوف. وليكن عندي فريم، أوكي، كولومز، تو كولومز وبيم. سلط على البيم 40 كيلو نيوتن متر، اوكي، ارتفاع 3 والعرض 4. دقيقة، بنسوي ديجري. اوكي، اي وبي وسي ودي عليه 40 كيلو نيوتن لكل متر مثل ما قلنا. راح أول شغلة أحذف الجوينت دي، أسوي أشيل السبورت أخليه فري، أسويه فري. بعد ما سويته فري، أحسب الرياكشنز، أوكي، صار ديترمينت، أوكي، صار رياكشن. 40 في 4، 40 في 4 160 نحو الأسفل وهي نحو الأعلى تصير رياكشن. 40 في 4 تربيع على 2 تساوي 320 باتجاه الساعة، عقارب الساعة، وهنا راح يصير رياكشن مومنت بعكس عقارب الساعة. طيب، راح أقطع مسافة معينة من الأي، أوكي، ولتكن هذه المسافة اسمها اكس. اوكي، ماني قطعت مسافة من الاكس، بقى بس هذا الجزء يمر من خلال قوة 160 و320 كيلو نيوتن متر العزم. فمعادلة العزم في اي بي من نقطة اي، اوكي، راح يصير 320، بس هل هو سالب ام موجب؟ لاحظ، راح يجي المومنت يفتر يضرب العتب، اوكي، فراح يشوها بهذه الصيغة، تمام، راح يشوها بهذه الصيغة. بما انه التشوه خارج المنشأ وليس داخل المنشأ، العزم سالب، العزم موجب التشوه خارج، فإن العزم موجب لأن هذا سوى تحدب ولم ما سوى تقعر للمنشأ، فكل تحدب موجب وكل تقعر سالب. طيب، راح نثبت هذه القيمة الأولى المومنت من A إلى B، وطول الـ A 3 وهو النقطة قياس الإكس من أي، أوكي، نقطة قياس الإكس من أي، والعزم يصير 320 موجب. طيب، بالنسبة للبي سي راح أقطع منه وأخلي السي هي الفيكست، أوكي، قياس الإكس من السي. اوكي، من راح اقطع هنا راح يصير W في X تربيع على 2، اخذ النقطة هنا المومنت هنا حتى لا احسب الرياكشن الناتج من القطع، وهنا 3 ماكو اي، فراح تصير W X تربيع على 2، يعني 40 X تربيع على 2، وهو راح يصير 20 X تربيع. طيب، سالب لو موجب،
في الشكل الكلي راح يكون التشوه بالصيغة هاي، ولكن أثناء القطع إذا قطعنا هذا الشكل، طيب خلينا ناخذ كوبي. إذا قطعنا هذا الشكل، طيب راح أقطع فراح يصير هذا مثل الكانتليفر، فيكست منه فري منه، راح يصير شكل التشوه بالشكل التالي. فهذا تقعر، عفوا تحدب مو تقعر مثل اللي هنا. فهذا راح يصير بالسالب، فهو 20x تربيع ولكن بالسالب، 20x تربيع بالسالب. طيب إذا قطعت في الدي، إذا قطعت في الدي أوكي وثبتت الدي مسافة الإكس، فإن المومنت لا ماكو أي قوة، أخذت النقطة في إكس يعني المومنت هنا، حتى لا أحسب نقاط العزم، المقدار راح يكون صفر، العزم مقداره صفر. فأنا إيش راح أسوي؟ هذا صار صفر. بعد ما سويت هاي العملية راح أمسح العزوم والحمل، عفوا راح أمسح العزوم والحمل كلها، أشيل أرفع الأحمال، وهسه راح أسلط قوة دي vertical. طيب فرض الاتجاه مالتها الأعلى أم الأسفل، أنت تخيل إنه حذفت دي مالتك، شلون راح يتشوه سي دي بسبب وجود الأحمال؟ أكيد راح يتشوه بهذه الصيغة. بسبب الأحمال راح يتشوه بهذه الصيغة. فأولا دلتا تنزل للأسفل والإكس تذهب إلى اليسار، والثيتا مع عقارب الساعة أوكي. فإذا أنا راح أسلط القوة مالتي نحو الأسفل، مو مشكلة إذا ما عرفت الاتجاه راح تطلع نيجاتيف، مجرد أنت اتجاه تعكسه أوكي. هذا مقداره 1 كيلو نيوتن. طيب من التوازن راح تكون سيجما اف واي تساوي صفر، فهاي القوة راح تصير باتجاه الأعلى أوكي، والعزم مع راح يصير عكس عقارب الساعة، مقداره 1 في 4 وهو 4 كيلو نيوتن متر. اوكي طيب نفس القطع، القطوع اللي اني قطعتها راح اخذها في داري حساب ال، فالقطع منها اكس فهو 4 وموجب ايضا اوكي، وفي سي 1 في اكس وهو ايش راح يسحب؟ يسحب هذا هنا اوكي، راح يسحبها فيصير تقعر، فيصير سالب 1 لو سالب اكس 1 في اكس. والقطع في الدي
راح يكون صفر. نفس الكلام راح أسلط مساحة ثانية. أوكي، وهذه المرة أسلط باتجاه الإكس، أوكي، 1 كيلو نيوتن. فهنا راح تكون 1 كيلو نيوتن. طيب العزم الإكس صفر، ليش؟ لأن هذا يمر بالنقطة. أقطع منه مسافة راح تكون إكس، فالمومنت 1 في إكس، موجب ولا سالب؟ وراح شي يسوي هنا قطع، راح يدخل نحو الداخل فيصير موجب إكس. تمام، بنقطع قد السي، فالمومنت راح يكون 1 في 3، فيصير 3. عكس أقارب الساعة دورانا، فإذا سلطت هنا عكس أقارب الساعة إيش راح يسوي؟ راح يسوي لي سالب 3. أوكي، وفي الدي عكس الاتجاه هنا، فراح يصير سالب إكس. إذا سلطت أشيل هذا، أوكي، أشيل هذا وأسلط نفس العملية، أسلط 1 كيلو نيوتن متر مومنت باتجاه الساعة، أوكي، حتى يدور لي بهذا الاتجاه للداخل. راح يكون هنا 1، فراح يكون 1 عكس أقارب الساعة، فواحد موجب، وهنا مع أقارب الساعة راح يسبب لي 1 سالب 1 سالب. دلتا مثل ما عرفنا M في partial M على partial V تكامل 5120 EI. دلتا H M في partial M على partial H و2720 على EI. والثيتا M هي M في partial M على partial small M، تطلع 4160 على 3 EI. أوكي، هذا في هذا. partial V هي partial M على partial V square. partial HV VH هي partial MV في partial M partial H. partial Edge H هي partial M على partial H square. و partial HM أو MH هي partial M على partial H في partial M على partial M small. وآخر شيء theta MM اللي هي 1 أو partial M على partial M small كل تربيع. في المعادلة التالية راح تكون delta V تساوي delta small VV في reaction V زائد delta small VH في reaction RH زائد delta VM في reaction M اللي هو المومنت. delta H capital يساوي delta VH في RV، VH في RV زائدا دلتا HH في RH زائدا دلتا HM في M. والثيتا M تساوي دلتا VM RV زائد دلتا HM RH زائدا ثيتا MM. أول شغلة أريد أقول لكم عليها في هذه، إذا سويتها ماتريكس، الشغلة الأولى أنه القطر الرئيسي، أوكي، لازم يكون موجب، جميع قطر الرئيسي هنا يكون موجب، هاي 1. 2، القطر الرئيسي المصفوفة متناظرة، يعني هذا فوق القطر الرئيسي يصير تحت القطر الرئيسي. شوفوا 42 42، 20 20 21 21. فأنت إذا عرفت هذول الثلاث قيم هم نفسهم هذولا، ويبقى عندك هذاني. فأنت كم دلتا تحسب؟ تحسب 6 دلتات بدل ما تحسب 9.
طلع رياكشن 80 سالب 19.4 19.4، يعني الار اتش مالتي ما باليمين اي لليسار. طيب نجي الى الاي تابس، شوف هو الشغلة. راح احتاج 2 جريد مسافة 4 و 1. ديفاين راح اعرف الماتيريال مالتي سي 25 2300 اوكي و 25 اوكي وأعرف القطاعات مالتي ليكون هذا بيم 30 في 30 300 300 والكولوم 30 في 30 أيضا. أوكي راح أخذ المنظر الجانبي وأرسم كولونز. اوكي الغي الجريدز ما احتاجها بعد. ديفاين دوت باترن اصفره اوكي واسلط ساين فريم دوت ديستريبيوشن 40 كيلو نيوتن. راح اخزن راح انطي جهاز التحليل اوكي اكيد اشوف لي رياكشن جميعا. أول شغلة هنا طلعت 19.4 19.08 يعني قريب جدا، وطلع المومنت 18.75 هنا 19.4 تقريبا 1 كيلو نيوتن فرق. والرياكشن ار في هو 80 ب 80 مضبوط الرياكشنز اوكي يعني تقريبا تكاد ان تكون مضبوط. الآن راح نتعرف على الجلوبال و أو قبل الجلوبلز خلي يفتح هذا الرياكشن مالتي اساين جوينت راح ألغي اوكي نسوي فري كده انتهي. أول شغلة راح أشوف قيم الرياكشن هنا دلتا دلتا باتجاه اكس دلتا باتجاه الواي اللي هي ثيتا دلتا باتجاه زد. نحن حسبنا الدلتا في دلتا اتش دلتا ام الدارة هذه 500 و 5120. نحن عندنا الـ E مع الكونكريت 23650 مضروبة في 300 للأس 4 لأنه 300 في 300 جميع القطاعات على 12 أوكي راح نخز راح يطلع 1.59 في 10 أس 3. إذا أقسم 5020 على هذا الرقم بس أول شغلة دلتا دلتا إي آي دلتا تكون الوحدة كيلو نيوتن متر الأس 3 فأضرب في 10 يعني في ألف في ألف للأس 3 راح تصير ألف للأس 4 أوكي فتطلع 320.72. الآن يسوي الدلتا يعني إذا أحسب تطلع 320.72 هنا فرق طفيف فرق طفيف راح نحكي عليه لاحقا. الدلتا باتجاه الاكس اقسم ال 2720 في 1000 للأس 4 على الرقم اللي خزناه راح يطلع 170.386 مثل الرقم اللي طلع هنا بالضبط اوكي. ظل عندي ثيتا الثيتا الرقم اللي ينتج ثيتا اي اي كيلو نيوتن
متر مربع وليس متر مكعب. ليش؟ لأنه هو تكامل الكيلو نيوتن متر تكامل نيوتن متر مربع تكامل ثيتا دلتا كيلو نيوتن متر مكعب. فراح أضرب 4160 في 10^3 على 3 في إي آي، وراح يطلع 0.08686. هنا طلع 3 رياكشن مالتي 3 4 6 6 6 عفوا 6 6 7، فالنتيجة مع الثيتا أيضا صحيحة 100%. الآن نجي إلى المومنتس اللي راح ينتج هنا. أول شغلة المومنت انطاني إياها بعيد عن، يعني يفصل مسافة، مسافة هنا جاي تقرأ ومن إقرأ 320. أوكي، يعني استيذان يقرب هنا 296.45، يعني دا يطبق، و 320 سالب 320. شلون أجيب المومنت هنا؟ راح أفك، أوكي، أختار الفريمز، assign frame and length offset، يعني المسافة مع الأوفسيت ينطيني هي. أنت تعرف أنه الكولومز يعني البيم جالس على الكولوم، فهو يقول لك أنه مسافة الكولوم هذه ما راح يصير بها تسليح و شير، فأني أقتصه ما يحتاج أدخله من الحساب، فيجعل لك face to face. أنت إذا تريد الدخلة إعاز end length offset، فعن طريق إعاز end length offsets أنت راح تدخل تأثير الجزء المرتبط بالبيمز مع الكولومز. احتمال الكولومز يكون 1 متر، أوكي، فهذه تروح 1 متر من البيم، فلذلك ندخله عندما تكون الأبعاد كبيرة نوعا ما. أنا راح أدخله تلقائيا define length، أشر على define length وأقول له 0 0 حتى يدخل مع المحور، يدخل منه مع هذا ويدخل منه مع ذاك، وأقول له أوكي. طيب عفوا sign frame and length apply أوكي، وراح أنطي صار قيمة مالتي، أضغط عليه هنا سالب 320. طيب نحن هذا طلعنا، هذا طلعناه سالب 20x، والاكس تقاس منه سالب 20x تربيع. أولا هو سالب، تمام. ثانيا إذا أضرب 20 في 1 مسافة 1، أنطوني 1، خلينا ناخذ 1، فراح يطلع سالب، عفوا هو 1 منه، أعطيني 3، فسالب 20. إذا أنطي 2، 20 في 4 80، إذا أنطي 3، 20 في 9 180، عفوا راح يكون باتجاه 1 على 3 بهذا الاتجاه، وإذا أنطي 4 فراح ياخذ 4 هيك، فراح يكون هنا 0، فهو سالب 320. مضبوط 100%. عفوا احنا ايش قد طلعه؟ موجب 320، موجب 320، 320، وهذا ايش قد؟ 0. فانت تقدر انه تزيل هاي الاحمال، اوكي، تزيل الاحمال هاي، هذا سلط عليه assign frame distribution اسوي 0، وأسلط هنا assign joint باتجاه ال x 1، وأنطي أشوف، عفوا احنا سلطنا باتجاه السالب x joint، أوكي. باتجاه هنا موجب x، اوكي، وهنا سالب 3 وهنا سالب x، سالب 3 سالب x، وهكذا تقدر اذا ما تريد يعني تعب نفسك حسابه تقدر تجيبهم.
ال M small partial M وال partial M capital partial M partial V partial M على partial H و partial M على partial M small تقدر تجيبهم لنا. الآن راح أفك هذا أرجع الأصلي الشكل الأصلي صفر وهذا هنا الساين فريم متكرر. راح أخذ المنظر ثلاثي أضغط Ctrl و W وأروح على Object Assign أختار Local Axis. Local Axis مثل ما لك تشوف قصده هنا الأخضر للأعلى الأحمر على اليمين وهنا بهذا الاتجاه. أما Global Z للأعلى X اليمين و بهذا الاتجاه الثاني الثالث الواي. فهنا نختار الجلوبال اللي هو الاتجاه المحاور الرئيسي ثابتة بالبرنامج اكس لليمين واي اسفل يعني بالاتجاه الاخر اذا قلنا هذا شمال وشرق وشرق وشمال وللأعلى زد. أما بالنسبة للرسم فدائما يحدد لك أنه الـ Y نحو الأعلى Z و فمن يقول لك V2 أو Shear 2-2 يعني الـ Y هو الـ 2-2 فالشير باتجاه الأعلى القصب باتجاه الأعلى شير 3-3 اللي هو Z فراح يكون بهذا الاتجاه اللي يكون ناتج بسبب الرياح والزلازل. وهذه الـ X هي الـ Axial Loads اوكي والمومنت باتجاه الواي اوكي والمومنت باتجاه الثلاثة ومومنت واللي هو راح يكون تورشن فانت يهمك مومنت 3 وشير 2 اني است اذا غيرت اتجاه هذا الاكسس واروح على فريم لوكال اكسس الزاوية هذا طبعا الـ X هو يظل ثابت الدوران يصير على اتجاه X إذا أجيب زاوية 90 مع أقارب الساعة شلون راح يفر راح ينزل الزيت نحو الأعلى الأسفل يصير لاحظ فأني ما أريد أني أريد مثل هذا أوكي فلازم يكون بسالب 90 أوكي فصار مثل اتجاه الزيت. إذا حلل يقول انطيني reactions reaction ما اختلفت شيء طفيف اختلف. اذا افكه واسوي هذني كلهن فريم اكسس 90 اوكي واحلل وانطي الرياكشن بعد نفسه ايش قد ما راح يتفر بهذا المثال ما راح يتغير ايش قد ما راح يتفر ما راح يتغير بس احيانا اوكي مثلا استساين اوكي صفر واختار الرمي كلهم فريم شيل فريم ديف سيت موتي موتي اوكي احيانا راح تتغير عندك النتيجة تغير جذري فتحديد اللوكال اكسس تحديد اللوكال اكسس جدا مهم. شلون راح نحدده هذا راح نحكي عنه الستيفنس ماتريكس او الستيفنس ميثود. فهذا هو الجلوبال واللوكال اللي هو احداثيات كل عنصر فهو راح يكون باتجاه الجلوبال نقطة ثابتة اوكي فلازم اني اعرف شلون احدد اللوكال صح حتى ينطي نتائج صح احيانا يفرق احيانا يعني هذا يطلع 22 بس اذا غيرته يطلع 12 مثلا فاللوكال اكسس
جدا مهم معرفة اتجاهه، وشلون أنا أحدده بالاستيفنس ماتريكس إن شاء الله، بالمحاضرة الاستيفنس ماتريكس اللي هي أهم محاضرة في التحليل الإنشائي، لأنه تحديد اتجاه اللوكال والجلوبال كلش مهم. طيب أكو هنا من قائمة ديسبلاي، بروح على شيء اسمه شو تيبلز، مختصر الكنترول فيه، اختاره قائمة أناليسز افتحها، وريزولتس افتحها، والرياكشن افتحها، وشيء اسمه بيس رياكشن راح اقول له اوكي، راح يظهر عندي هنا. اول شغله الاحظ انه هو اف واي واف اكس، ما عندي اف واي واف اكس فصفر صفر. اوكي الاف زد مطلع لي اياه 160، ليش 80 زائد 80 160 بالضبط. الام واي ايش قد 320، هاي من وين اجت؟ اذا احسب هذا الام واي 18 زائد ناقص 18 يطلع صفر، فمن وين جاء هذا المومنت؟ حتى اعلمكم من وين جاء هذا المومنت خلينا نفتح واحد جديد. اوكي وراح اختار هنا اربعة اربعة، المسافة اربعة اربعة. اوكي و ثمان طوابق. اوكي اختار الريليشن. اوكي هذا ما احتاجه، راح اشوف هنا ورزمي ساين جوين. اوكي و اطلب الساين فريم 40. اوكي واختار لود باترن موديفاي. اوكي طيب وراح انطي تحديد، اروح على شو تيبلز بيس رياكشن. طيب شنو المومنت في اف زد وشنو الام واي؟ الاف زد والاف واي البيس رياكشن هو عبارة عن انه يحول المنشأ كله الى كولوم واحد، هذا الكولوم مسلط عليه جميع الاحمال. فاني استش عندي واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية في ثلاثة، طيب ثمانية في ثلاثة في أربعين في أربعة، كل واحد منهم أربعين في أربعة، راح يطلع المجموع 3840. فـ summation FY أو FZ للأحمال كلها مقدارها 3840. reaction صار هنا نحو الأعلى فهو موجب، صار البناية مالتي هذا كله شلته صار كولوم واحد. المومنت هو شنو؟ هو ثمانية في أربعين. أوكي ثمانية أربعين في أربعة صار حمل مركز، أربعين في أربعة صار حمل مركز، ظل المسافة في أفتح قوس، أول واحد اثنين والآخر أضيف لأربعة والآخر أضيف لأربعة، فاثنين زائدا اثنين زائد أربعة ستة، ستة زائدا أربعة عشرة، فراح يطلع 23040. 23040 هل هي حساب البيس رياكشن بهذه الصيغة؟ طبعا إذا كان المنشأ مالتك مسلط عليه فقط هذه الأحمال نعم، وتحميل أحملنا السيلفيت وما كولاترال لودز، أما إذا كان كولاترال لود فلا، حساب البيس رياكشن راح يختلف. شنو الفائدة من البيس رياكشن مالتي؟ فائدة من البيس رياكشن مالتي هو في حساب القص القاعدي، ولكي يعني القص القاعدي الناتج من الزلازل والرياح حتى أصمم عليها وأحسب الحمل الكلي. أوكي حتى أعرف نوع الأساس مالتي. طيب شنو عندنا هنا؟ أكو فد مسألة كلش مهمة جدا، وهي أني من أختار البين مالتي
بنختار البيم، راح امسح هذا الميم. بنختار البيم وكل شيء اسمه continuous وكل شيء اسمه pivot. خلينا نرسم اول شغلة continuous. اوكي، واسلط احنا حمل وليكن مقدار 1000 كيلو نيوتن متر وحل. لما شكل التشوه صار بهذه الصيغة ونقل شوي، لا نقل بالمومنت. شوف المومنت هنا كله صفر، كله صفر. إذا خدينا الفاليو، شوف فاليو، شوفوا هناك مومنت مومنت مومنت، حتى لو كان قليل المهم اكو مومنت هنا. بس هذا اكو في البند ما ينقل مومنت، ما ينقل مومنت. شير بس هذا شير، ما نقل الشير، ما نقل الشير. قلنا اذا نريد ال واي اوكي شير، شوفوا هنا اكو شير، اكو شير، اكو شير، اكو شير، اكو شير في كل المنشأة الكونتينيوس شير اكو هنا. بس هذا باقي كله صفر. ليش؟ لانه بنت، فالبنت لا ينقل القوة. اوكي، خلي يعني توهمت، ينقل العزم، عفوا ينقل الدلتا، لكنه لا ينقل القوة أبدا. هسه شوف الدلتا، دلتا تقريبا هنا يعني دلتا صفر، هنا كلها صفر صفر صفر. هنا أكو دلتا، نتيجة الدلتا اللي هنا صارت تصير هنا دلتا، بس البقية كلها صفر 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 صفر. فإذا على المكان اللي نتج به هو عطى، بس احنا اكو دلتا، اكو دلتا، وحتى كانت 8 × 10^6. المهم اكو دلتا، اكو دلتا، اكو دلتا. فهذا هو الفرق، والسلام عليكم.